وعلى فكره عم بيقول لي باسم المخرج معنا انه منتدى انغام يرحب باصاله، لكن المساجات على الهواء الجمهور ما بيخص فنان واحد، بتحسي الفنانين اللي قراب من بعضهم او اللي بيشبهوا بعضهم نوعا ما فنيا، جمهورهم بيلتقوا؟ يعني بحس شو بيخلي جمهور انغام يلتقي مع جمهور اصاله مثلا؟ اكيد لانه قراب، نحن يعني عنا تقريبا ذات الرساله بس كل واحد بيوصلها بطريقه. حدا جايب لي المخده اظن وراي، لا حدا عم يركض ياخذ الميكرو وانت بدك تكشفيه على الهواء. وباسم بده يخبي هاللقطه فمنتهي عليكي فضحتي. مو مشكله دائما متوقعين منك اشياء غير ما هو هيك، نحن متوقعين منك اشياء غريبه. بتعرفي نحن اوقات بنفاجئ ضيوفنا باسئله غير متوقعه، بتصور مفاجات لنا رح تكون يعني من اجوبتك. المفروض دائما بخبي لكم اشياء هيك ان شاء الله تعجب او ما تعجب، بس دائما في اشياء غير متوقعه. المهم فيعني اكيد انا وانغام عندنا كثير اشياء بنشبه بعضنا فيها، كل واحد يعني بيقدم اللي بحسه بطريقه، بس بالاخر ناسنا كثير بتلتقى بتشبه بعضها. على كل حال بنحييها، غنت بحلقتها اغنيه لك وقت اللي اختارت لزميلي. هي صديقتي، بعدين نحن يعني انا وانغام في اشياء كثير مشتركه بيني وبينها، نحن يعني اطفال غنينا صغار وغنينا بنفس البرنامج وقت اللي ابتدينا. صحيح بنفس البرنامج. هي كانت مع ابوها وانا كنت مع بابا الله يرحمه. فهي غنت انا لي عيوب كثيره، كانت عامله ضفيره وانا غنيت ضفيره. يعني جدوله باللبناني، جدولة. ما بعرف بالعربي الفصحى شو هي ضفيره. ضفيره جدوله، حسستيني كاني انا عم صلح تركيا مثلا، عم بتفلسف انا هلا عم صلح. ف وبقينا هيك في طول الوقت كثير تواصل بيني وبينها ان شاء الله. ولما يعني انا اقمت بالقاهره بحكم انه تجوزت الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك. كل ما شو بقول لك مبروك مأخر انا، بس ما بقطم ولا مره بقطم عن المبروك. ف يعني العلاقه صارت اقوى ان شاء الله دائما. اصاله اهلا وسهلا فيك. نحن